انتو عم تسمعوا بودكاست دولتي. مرحبا بحلقة جديدة من بودكاست دولتي اللي عم نحكي فيه عن عمل دولتي على مشروع التاريخ الشفوي منصة سوها. ومعنا ضيوفنا، رح بلش من مالك أرسلان، مدير برامج في دولتي، حاصل على ماجستير بإدارة الأعمال. موضوع الرسالة كان عن أثر الإدارة عن بعد للمنظمات غير الحكومية، ومهتم بقضايا العدالة الانتقالية ومساراتها، وأيضا بالعمل مع الشباب وخلق مساحات مشاركة مدنية فاعلة لهم. سلمى كحالة ناشطة نسوية سورية كندية وناشطة بمجال العدالة الاجتماعية، عندها أكثر من 15 سنة من الخبرة بإشراك الشباب والعدالة الجندرية والانتقالية، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برابطة النساء الدولية للسلام والحرية، وتقود البرمجة والمناصرة مع منظمات وحركات نسوية بالمنطقة. سلمى هي من مؤسسين والمديرة التنفيذية السابقة لمنظمة دولتي كمان، واشتغلت على تطوير برامج المنظمة بمجال الذاكرة والمشاركة المدنية والعدالة الشاملة. يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. هلأ بما أنه الزوم يعني عم يجمعنا اليوم، مشكورا، رح بلش أسئلتي من سلمى. اليوم عم ينطلق منصة سوها ومشروع التاريخ الشفوي واللقاءات اللي موجودة فيه، بالإضافة لنهج خلينا نقول لدولتي عم بيركز أكثر على التاريخ الشفوي. كيف بدأت فكرة المشروع، خاصة أنه بدأت من عندك؟ خلينا نقول بلش المشروع بال 2015، يعني من معضلة إنه شو بدنا نعمل، كيف ممكن نضل عم نشتغل على العدالة الانتقالية أو نحمل هذا الموضوع بغياب تحول ديمقراطي أو بغياب تحول بالوضع السياسي خلينا إنه نشتغل على العدالة الانتقالية بشكل ملموس أكثر أو بشكل مباشر أكثر. دولتي بلشت بال 2012 تعنى بالتحول الديمقراطي. واحد من الأسس تبع هذا التحول كان دعم عدالة انتقالية شاملة، أسس لمجتمع يعني تحول بالمجتمع وتحول ديمقراطي شامل. بلشنا هذا الشغل بتدريبات، بدراسات عن العدالة الانتقالية، دراسات برأي الشباب بالعدالة الانتقالية، شو كيف بيشوفوا هذا التحول، أو شو هن الآليات، شو هن الطرق، الموارد الموجودة لحتى نخلق آليات عدالة انتقالية تقدر تاخذنا لمجتمع يعني مجتمع شمولي أكثر، ديمقراطي أكثر. هذا بلشنا هذا الشغل بال 2012، والفكرة كانت أظن عند كتير من المجتمع المدني، وكان أظن أمل عند كتير من السوريين إنه نحن بسنة سنتين ممكن نوصل لمحل نقدر إنه نعالج الانتهاكات ونحكي بالانتهاكات يلي عم نصير، ونأسس لمجتمع مدني وحوكمة ديمقراطية نتعامل مع الانتهاكات يلي صارت بسوريا ضمن وقت الثورة وقبل. ولكن وصلنا لل 2015، يعني أظن بلش يصير عنا واضح إنه هذا التحول هياخد وقت. الفرصة لأنه نعمل نشتغل على العدالة الانتقالية أو على آلياتها جوات سوريا بشكل شامل بعيد شوي، ما أنه يعني هلأ خطة اليوم التالي، إذا بدنا نقول the day after، إنه شو بدنا نعمل اليوم التالي صار أبعد بشوي. لذلك كنا عم نفكر بهاي الفترة كفريق شو اللي ممكن نعمله لنقدر إنه نبني قدرات تتعلق بالعدالة الانتقالية، نبني معرفة ونأسس لعدالة انتقالية بالمستقبل، بدون ما نضل عم نعمل هدول التدريبات كمان اللي يعني إنه ونأمل العالم. ويعني وصلنا لمرحلة أظن إنه كان العالم إنه خلص بلشوا يفقدوا الأمل ويتحسسوا من هاي من المفردات ومن هاي إنه أوكي العدالة الانتقالية بتضلوا بتحكوا عنها وينها إمتى حتصير. لذلك كان بدنا طريقة إنه
واحدة من الأفكار إنه كيف ممكن إنه نأسس لهي العدالة الانتقالية بطريقة قريبة للناس وتبني قدرات وتدعم آليات أو بروسس بالمستقبل بدون ما نكون يعني عم نرجع نكرر بهدول المصطلحات بطريقة فارغة من المعنى للأشخاص يلي هلأ حاسينه كتير بعيد وبعيد عن واقعهم. وهون بلشت فكرة ال. طيب رح انتقل لمالك. يعني دولتي كملت بفكرة التاريخ الشفوي، اشتغلت على منصة سوها ومشاريع ومقالات عم تنشغل للتابع بالتاريخ الشفوي وأصبحت جزء من فلسفة دولتي. خلينا نقول كيف تابع المشروع، وبيهمني كتير أعرف ليش دولتي مهتمة أصلاً بالتاريخ الشفوي، يعني ما كان مشروع وانتهى. لا بتخيل مثل ما ذكرت سلمى، يعني هاي الحيثيات اللي بلش فيها المشروع انه نحن كنا حابين نشتغل شيء يمكن عم بيلمس الناس اكثر. يعني مثلا متذكر بالبدايات بال2015 كنا عم نحاول نشوف شو هي المجموعات اللي ما لها صوت بسوريا، واللي هن كانوا نساء نقال معتقلين مفقودين، شباب بين 18 و24. نحن فعلا بلشنا نركز على هدول الفئات اللي حسينا انه العداله تلمسهم اكثر بهاي المرحله، وهن قدرانين يوصل صوتهم ونحقق لهم جزء من العداله على الاقل بالوقت الراهن، بتسليط الضوء على قصصهم، برفع اصواتهم داخل المجتمع او على مستوى سوريا بشكل عام. طبعا بلشت عمليه جمع الشهادات من 2016 بلشنا بمراحل تجريبيه، وبعدين ب 2016-2017 كنا عم نجمع شهادات. كان في عندنا طبعا إعادة مراجعة على العملية الجمع الأولى، كيف كان صارت المناطق اللي حدا توزع فيها، حاولنا نشتغل بمناطق مختلفة بسوريا، بجنوب سوريا، بدمشق، ريف دمشق، بمناطق كانت تحت الحصار أو كانت تحت ظروف صعبة ضمن الحرب، وشمال سوريا، شمال غرب، شمال شرق سوريا. تخيل تم تغطية مناطق مختلفة، تم تغطية مواضيع مختلفة، جمعنا على عدة سنوات. بعدين شفنا أنه كتير مهم أنه نشوف كيف كمان رح نرجع نصدر هاي الشهادات، ومن خلال برامجنا، سواء من خلال منصة نكون عم ننشر عليها هاي الشهادات أو نتيح الوصول إلها لمؤسسات مهتمة أنه تسمع هاي الشهادات، ترجع تعكسها بطريقة مختلفة، تستفيد منها ببرامج العدالة الانتقالية أو بالفنون، بالعمل على الذاكرة. ومثل كمان ما حكينا من شوي إنه هذا المشروع هو جزء من شغلنا على العدالة الانتقالية، بس هو أكثر تطبيقي أكثر من هو بس نحن عم نعطي تدريبات وعم نكتب أشياء من لا شيء. فعلا نحن حققنا بتخيل قفزات كتير مهمة بكيف نحن نصدر من هاي الشهادات منتجات بتسلط الضوء على قضايا العدالة الانتقالية، خصوصا ملف الاعتقال واختفاء القسري بسوريا. هو كيف تطور، يعني كيف قصص هاي النساء هي تحولت من قصص عم بيحكوها النساء لأكشن، لا 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 لحملات مناصرة وتشبيك وتوحيد مجموعات سورية ليكون في بالأخير احتراف بحقوقهم كنساء أو كناس عندهم قضية. وهذا جزء بتخيل من تحقيق العدالة لهم أو على الطريق، سواء هن كانوا عم بيصلوا لآليات محاسبة أو آليات كشف حقيقة. بالأخير تخيل هو جزء من نتاج هذا المشروع، وفعلا يعني احنا لساتنا مكملين وشايفين لسه الطريق كتير طويل لقدام. ليندا اشتغلنا على تطوير المنصة، صار في عندنا منصة بخير رح تم إطلاقها خلال الفترة الجاية. تم العمل كمان على تفعيل مجموعة من الأنشطة اللي بتعكس هاي الشهادات من خلال الفنون أو من خلال العمل الأدبي. أنتوا عم تسمعوا بودكاست دولتي مع ليندا.